يعني تجربتك وتاريخك الرياضي الطويل في الإعلام، إحنا كإعلام كمجتمع رياضي كيف يجب أن نتعامل الفترة المقبلة في ظل ردة الفعل اللي إحنا قاعدين نشوفها الآن؟ والله مفروض تتعامل معها بصدق، مو يعني إحنا قلنا لكم أكثر من مرة لا ترفعون سقف الطموح. المنتخب معروف أدواته ومعروف إمكانياته، يعني زي مباراة اليوم يعني حارس المرمى عبد الله المعيوف يعني أنا أشوفها أسوأ مباراة لعبها يعني من أكثر من 3 سنين، شارد الذهن فيه، حتى في ردة فعله واضح أنه عنده زيادة في الوزن. أنا ما أدري ليش، يعني أنت أخذت معسكر في مع الكابتن أوليفر كان، وأخذت وأساسي في نادي الهلال، وأخذت معسكرات يعني متتالية ومتفرقة في أكثر، يعني اليوم أداء حقيقة حارس المرمى إذا كان أداءه بهذه الطريقة يعني يحطم زملائه. يعني مثلا مباراة ليفربول وريال مدريد كان حارس مرمى ليفربول بس لا تقارن سيء، هذا حارس مرمى ريال مدريد جيد، صار في فوارق. أنا شايف أنه مثلا الأهداف الثلاثة كلها يتحملها الكابتن عبد الله، بالإضافة إلى أن الفريق السعودي يعني أثبت التجارب والأيام أنه للمدربين السعودي اللي أشرفوا على المنتخب السعودي غير قادرين على إيجاد وحل المشكلة الكبرى بإيجاد لاعب هداف. يعني أنت بتروح الكأس العالم بدون لاعب هداف. طيب بس ما قلت لي يا أبو فهد، الحين إحنا دورنا مهم صح ولا لا كإعلام رياضي؟ تمام؟ نعم. تتفق معي؟ طيب كيف نقف مع الأخضر؟ كيف ندعمه الفترة الجاية؟ بالكلمة الصادقة. طب اللي راح راح الآن، إحنا الآن. أنت تتكلم عن مباراة، أنت تتكلم عن مباراة ما انتهت إلا قبل ساعتين. لا بس أتكلم عن إحنا، أنا أتكلم لك عن. بندر